السلام عليكم اخوتي، كيفكم؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم فيديو جديد. الصراحه تعطلت شحال هذه، ما نزلت حتى شي حاجه، كنت شويه شي مريضه مع هاد الجو كيتبدل وهالحراره هالبرد، يعني انسان كيمرض شويه. ايوا قلت نصور، خرجت نعمل واحد الدويره، قلت نصور معكم هذا الجو مزيون، جو كايش من الصراحة. أنا نقلبكم الفيديو، كاميرا هو هداك، تبارك الله الناس كايعوموا هنايا. شوف اليوم الليلة ديال آخر السنة، ماشي الدنيا عامرة بزاف، غير شوية عيدك سترى الخير وصلي على برا حنا. موالي بلاد اسبانيول كلشي كيوجد لليل، كيوجدو العشاء. هانتوما دنيا خاوية ماشي عامرة، غدا غتكون كتار خاوية، غتكون خاوية بزاف غدا، غدا الحد ان شاء الله. قلت علاش ما نصورش معكم هاد الجو غزال. هانتوما نوريكم باسيو كيفاش عامل. باسيو الصراحة كيحمق البحر، عرفتي ضربية تبارك الله، ما كاينش الموجات مرة، والناس مبارعين مع راسهم كيعوموا كيتشمشوا. والله العظيم تقول ما كاينش برد، الصراحة ما كاينش برد، ما كاينش برد هنايا. الناس مصيفة مع راسها كتبحر، مشطانين فرحانين. صافي دابا جبرتوني غندخل فحالي نعمل شي حاجة، عاوتاني شي حاجة ما ناكله. ملي كنشوف ريستوران تسعة عمرين كنشها شي حاجة خصني ناكله. هاهي دابا غندخل فحالي وبقاو معايا شنو غنعمل في الدار، معرفاش شنو غنعمل، عاد كنفكر. أنا رجعت معاكم، جبرتوني دخلت الكوزينه دابا، فكرت اني غادي نعمل بسطيله. هاد البسطيله واحد البسطيله واحد الطريقه سهله مهله، ما غنتعذبش معاها. جبرت عندي صدر ديال جداد، ها هو عندي، غسلتهم بالخل والملح، ها هما. عندي هنايا البصل نقشرو، وعندي هنايا اللوز رطبته في الماء، الماء طايب، ومن بعد نقشرو حتى الرد هادو يطيبو، ونقشرو نعملو في فران يتحمر. جبت هاد البصل هادو مزيونين كيعجبوني، هادو دغيا كيطيبو. بسم الله، توحشت البسطيله، واش ما نعملهاش. عندي هنايا اللوز، عندي جداد، غنعدل عليه واحد كميه صغيره ماشي بزاف، ونشوف واش هاد الطريقه اللي غادي نعمل واش غتعجبني ولا لا. جبرتوني دابا كنقطع، نسيت ما صورتي، كنقطع البصل كنقطعو هكذا طويل طويل، هنقطعو غليظ ماشي مشكل، لان غيطيب مزيان البصل، الا طاب مزيان ما كيبقاش كيبان كيفاش مقطع. نقطعو خلي هنايا، غنشبر هاد الجداد، هبط شويش هادو، غنقطعهم باش تدخل فيهم الطياب والشرميلة. نقطعهم شويه كبارين ماشي صغارين، ها
هخلطه مع البصل، ما غنمرقو ما والو، هنخليهم يطيبو في الماء د البصل لان البصل كيطلق الماء. هادي كنخليها الكلب، الحلاطه ما بغاش يستنزل لي. دابا غادي نعمل واحد مغروفة د الخرقوم، غرفة صغيرة يعني ما عنديش الكمية، ما عنديش كمية كبيرة، شوية زيت شوية، مغروفة ونص صغيرة، هادي حيت صغيرة عندي خرقوم. غنعمل شوية دراس الحانوت، غنعمل عليه هيدا راس الحانوت. عندي مغروفة سكنجبير، مغروفة ديبزار، غنعمل هاد الكولور شوية، غنعمل شوية دكاوزة هيا، نعمل شوية دابا غنشبر قزبر ومعدنوس، هاهما عندي مغسولين، النص ديال القزبر ونص ديال المعدنوس، هاهو غنعمل كلشي دابا، كلشي في دقة، قطعوه قطع عشوائي ماشي مشكل يجي كبير. كلشي غادي يطيب صافي. دابا غادي نعمل هادشي كامل هنايا، غادي نعمل الملح، القرفة ما عملتها شي دابا حتى يطيب، عاد غادي نعمل القرفة. دابا ما غنعملها شي، غنشبر، غنعمل الزيت، كمية الزيت غنعمل شوية زايدة، تمن واحد لمبة ديال الزيت عملت صافي. دابا غادي نخلط كلشي مع بعضيتو، ها انتوما كلشي تخلط مع بعضيتو. دابا غنردها فوق البوطة طيب وغنرجع. بسم الله، دابا غنشبر هاد اللوز وغادي نقشرو باش نطلع من اللوز، يطيب لي يطيب لي بصل وجداد، يكون اللوز تحمر لي هنا يبرد باش نقشرو وكلو باش نطحنو كلشي. صراحة أنا كنشري اللوز مقشر، ولكن هذا جبته كنت من المغرب قشرو ماشي مشكل، كيدي اليد ولكن عندي ما نعمل. تشوف نعمل في القناة كيمشي بحال اللوز مقشر مع الدبل، يعني كتجي كتعمل الفرانيه كتحمص وتضغط على ملي كتعمل كتعاود دير فيه
هذا هي جاني من المغرب وصافي هنايا ما نشريش ليه نعملو فيها هنايا ونشد فوق نعملو شويه د الزيت صافي الفران تحمر ايوا وهي انا معكم عندي اللوزه هو كيتحمر و جدادو بصله وما كيطيبو لي ايوا غنخلو قشيعات واي حاجه نتوما معايا تايطيبو غتكونوا معايا ان شاء الله هاي اختي البصله ديالنا وجدادها هما طابو تبارك الله الله ما عملت لهم الماء عرفتي شحال د المرق تبارك الله بالعاد الماء هذا هو دابا غادي نخليها هنايا تصفى داك البصل مبقاوش حتى كيبان تبارك الله شحال د الماء طلقو حيت هذاك البصل اصلا كيدوب كيبقى شي باين نعملوه هنا باش يتصفوا لان هاد المره ما عملتش الطريقه ديالي اللي كنعمل دائما كان حتى كنشحهم مزيان كنعمل لهم السكر في الطنجره دابا غنعمل لهم كلشي هنايا ان شاء الله يا ربي غنعمل لهم ملي فتت الجداد غنعمل لهم قرفه ومزهر واللوز وغنخليهم مخلطين مع بعضياتهم ما غنعمل لهم شي بيضات ما غنعمل لهاش بيضات غنجرب هاد الطريقه هادي سهله ها اللوز حمرته حرقته ماشي حمرته دابا غنطحنو وغنخوي هنايا مع جداد وبصل وغنفتتهم غنخلط كلشي وانتم نوريكم كلشي هيا انا من بعد ما طحنت اللوز ها هو فين خويته على جداد دابا غنعمل القرفة غنعمل مغرفة كبيرة وغنزيد شويش صافي ونعمل كاس د السكر لامبا يعني هادي ونعمل المزهر دي شوية صافي دابا غادي نخلط ونفتت الجداد هذه الطريقه الصراحه عمري انا ما عملتها وشفتها وبغيت نشاركها معكم سهله هذه وكتجي مزيون نجربها كيفاش غادي تجي عاود وإلا عجبتني غنعاودها معكم ان شاء الله نقول لكم راه هي مزيونه تحرقت لي صافي انا حليت الورقه ها هي بسم الله على بركه الله هاتلها شويش شويه كبيره
انا سبحان الله ما عنديش العبار في يدي مره، دائما كتجيني واحده صغيره واحده كبيره. وداك الحاجه دملاح ولا اليبزار، لا هذاك اللي عندي سبحان الله عندي العبار في يدي بيرو. هادي بحال هيدا الحلوى، بحال بسطيلة، العبار ما كيكونش عندي في يدي، دايما كتجيني واحدة صغيرة واحدة كبيرة. بريغو ملي نتوحشو لهم نجبدوه. يا الله صافي. دابا نشد عليهم هكا نو فريغو، وهادو غنطيبهم ناكلوهم دابا. وصافي صافي اخوتي، هاهي هاهي طابت. شوفي محشياتي هاهي طابت لي. غنعملها دابا السكر، هاتي نهبط هادي هيدا، هاهي مديوش على هاد الصغر ديالي. هاهي اختي كوزينة مكن معرفش الصراحة ندور فيها. بسم الله هنعمل لها السكر دابا. صافي باش ما نعملش السكر بزاف، ارا نعمل شويه القرفه. واحد لا هذاك ولا لا هنعمل عيد واحد تفرق بزاف. هنعمل بيدي انا معي ها هو اللي بزاف خو عليا. انا شوف انا شوف حالي بغيت تسقط. عيد عيد لا لا بركة بركة تمشي بزاف، غير هيدا عيب. باش بغيتي نعمل داك الشريطات بغيتي نلفطها شوية عملها اوف غير شوية. راني فرطو بسم الله. السلام عليكم، كيف نتوما؟ كلشي مزيان الحمد لله. حنا جبرتونا بفيديو جديد مع الوالده، نتمنى يعجبكم وتشاركوا معنا فيديو كثار ان شاء الله يا ربي. ودابا خايفه الباسطه ديال الصحه الجايه. ما تنساوش بارطاجيو وعدلوا لايك. يلا مع السلامه. صافي اخوتي، هاد هما الفسطيلات ديالي انا وجدتهم ويا خلين خبعتهم. هادو اللي غناكلو دابا مع العصير ديال التين طبيعي. وصافي هذا هو الفيديو ديالي اليوم، نتمنى ربي يكون عجبكم ويكون خفيف ظريف على قلوبكم. والسلام عليكم، فيديو الماجي ان شاء الله. محمد كاع ما قلتي لهم السلام.